واحد من ميجا ستارز هذا المجال في الوطن العربي، ضيف العزيز هو الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحة السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، وصاحب أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاس ار سي. ما شاء الله، أهلا بك دكتور كريم. أهلا وسهلا. هتكلم على المشاكل بقى، كمل لي بقى أنت، لأن أنت متعايش أكتر مع هذه المشاكل الصحية، ومنهم مشاكل صحية بتدخل في نطاق الجراحة برضو. طبعا. تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. السمنة المفرطة هي مرض مزمن شديد الخطورة، وهو يمكن احنا هو ليست حاجة تجميلية خالص. يعني احنا طبعا لما بنعالج السمنة المفرطة احنا بنعالجها من المنظور المرضي. احنا يمكن لما يبقى في بعض المرضى هو يعني هو مش فاهم طبيعة المرض، هو فاكر ان هو يعني دي حاجة بس بسيطة يعني او حاجة تجميلية يمكن التغاضي عنها. احنا لازم نعرفه ونقول لكل العالم ان يعني ده مرض مزمن شديد الخطورة، والدهون في حالة غليان مستمر طول الوقت. احنا يمكن في حاجات كما كانش العالم يعرفها زمان عن الميتابوليك سندروم، او كان اسمه سندروم اكس، وكان كل ما زاد قطر البطن من السمنه والكرش يزيد او البطن تزيد، كلما كان عرضه او معاه يعني طول الوقت حاجات متعلقه بالسكر، مصاب بالسكر ومصاب بالضغط والكوليسترول، وتلاقي عرضه اضعاف الناس الطبيعيين للتعرض لامراض القلب ومشاكل القلب، ويعني طبعا المتكرره الى ان تم الى انا يعني بعد شويه بعرفه بقى بعد كده انه ده ميتابوليك سندروم او حاجه طبيه اسمها مرض السمنه المفرطه المرضيه. فطبعا السمنه علاجها ليس اختياري خالص. يعني احنا اتكلمنا كتير جدا عن المشاكل الاجتماعيه، ويمكن حضرتك اتكلمنا عن تاخر سن الزواج او تاخر الانجاب حتى بعد الزواج، عدم القدره على الحصول على عمل، ده مشاكل اجتماعية كثيرة. ويمكن الأطفال تكلمنا عن التنمر، وتكلمنا عن حاجات تتعلق به حتى في السن الكبير عدم القدرة. يعني أنا مريض سمنة مفرطة في سن 60 سنة، وزني 150 كيلو ولا 160 كيلو، أروح فين؟ عايز أخدم نفسي. أنا ما مش عم بعمل حاجة تجميلية خالص. أنا ليست تجميلية السمنة، علاج السمنة المفرطة ليس اختياري، هو حاجة مرض لابد من علاجه، مش عشان بس المشاكل الاجتماعية، لأ، عشان الحاجة المرضية. انت سنك 60 سنه عايز تروح تاكل وتشرب بنفسك، عايز تروح الحمام بنفسك، عايز تقضي متطلبات اليوميه. يعني هو ازاي انا هبقى وزني 160 كيلو وانا سني 60 سنه 65 سنه؟ ده بقى غير شنط الادويه المختلفه من ضغط وسكر وكوليسترول، وتلاقي المفاصل مش شايلاه فبياخد ادويه المفاصل، وظهري بيوجعني والكلى فيها تاثير. طب الناس اللي هي مصابه بالسمنه المفرطه وعندها سكر، دول الشبكيه اخبارها ايه؟ الكلى اخبارها ايه؟ الاطراف الاعصاب بتاعتها والمشاكل اللي هي الكوليسترول اللي هو في الشرايين بسبب السكر، ويعني اعاقه عن العمل اليومي. مين في وظيفه يعني تحتاج لحركه كويسه بيقدر ياخد حقه في وظيفته؟ محدش بيقدر يعمل كده. فخلينا طبعا نرجع الامور لاصلها، ان السمنه المفرطه هي مرض مزمن شديد الخطوره، واجب العلاج وليس حاجه تجميليه خالص. هو واجب العلاج وامرجنسي كمان، طوارئ، يعني انا بعتبره يعني سرطان العصر. انا يعني شايف ان ده خطر جدا. اطفال بتقعد بالسنين عندها صعوبه في التنفس اثناء النوم، ومش عارفين نعالجه ازاي. روح بقى اعمل يعني افحص نفسك بقى عند كل التخصصات، هو مالكش لانقاص الوزن، وقال عنده تداهم في الكبد انزيماته عاليه، هتعالج فين؟ ما هو لازم تنزل وزنك، ما هو انزيمات عاليه واحد وزنه كبير، تدي له علاج ايه للكبد؟ ولا تدي له واحد عندها تكيس مبيض ما بتخلفش او متاخره او الدوره مش منتظمه، هتعمل لازم انقاص وزن. مفصل عايز يتغير، اتركب مفصل على اي وزن ان شاء الله. الكلى اللي هي فشل تام وعايز يزرع، هيروح فين؟ هو لازم انقاص وزن. انا قصدي في حاجات ما يعني ملهاش، هو لازم انقاص وزن، لازم في عمليات السمنه المفرطه. لما قالوا ان عمليه تكميم المعده او تحويل مسار المعده بانواعها دي حاجات طبيه بناء على تعليمات منظمه الصحه العالميه من 1991، جايد لاينز ما اتغيرتش حتى الان، بل بالعكس ده الاوزان كانت زادت. الامريكان دلوقتي
لما خلت الكتله بتاعه الجسم على 35 هم خلوها 32 وابتدوا يشتغلوا عليها. يعني قصدي ان الناس خدت القرارات اللي هي اقل من الطبيعي دلوقتي عشان تخلوا قرار العمليه على كتله على كتله جسم اقل. عايزين يشتغلوا. الافسوف كان اظن من 3 4 سنين كان اخر افسوف اتعمل، مش الاخر بقى ده، هو من 3 4 سنين كان في امريكا، كان على انه مرضى السكر ما انتش لازم تزيد وزنك، انت كتله جسم 32 سكرك مش منتظم اعمل العمليه. وانت ليه اقعد اخد انسولين واخد علاج للسكر اللي هو ما تعالجش اصلا؟ هو مين بيعالج السكر؟ ولا ايه العلاج اللي هو الجذري للسكر؟ بتطير على قراصه وعلى انسولين وتلاقي الانسولين زاد وتشبع، خد نوع تاني، هتلاقي نفسك طبعا في دايره. هم نزلوا الحاجات دي لان هم قاريين المستقبل اكتر او قاريين الحاله الصحيه اكتر. هو فكر انا هصرف على عنده قد ايه انسولين، واصرف عليه على اعصابه، اصرف عليه على الشبكيه، والعند لو قعد من العمل هيكلفني قد ايه، وهصرف عليه قد ايه في البيت. طب ما تعمل عمليه تنزل الوزن ده، وزنه زي يعني ده تفكير اقتصادي اصلا كمان اكتر منه تفكير صحي يعني. وهم لما عملوا الكتله بتاعه الجسم 35 هو كان ده قصه كلها. طبعا العيان بيبقى توتال انشورد، هو لو قلل الكتله عن 35 ده انت هتلاقي نص امريكا بقى عملت العمليه. فطبعا كان معلي الكتله عشان بس الناس الاليجبل للسيرجري ما تبقاش عاليه كتير. فالوضع لو اتاخد بصوره صحيه انت هتلاقي والله يعني مفيد جدا جدا. عشان الناس تبقى فاهمه بس معدل كتله الجسم، احنا بنقسم الوزن على مربع طول بالمتر، الوزن على مربع طول بالمتر. يعني انت لو طولك 180 سنتي ب 1.8 من 10 متر، في 1.8 من 10 ده تحت وفوق وزنك، وزنك على مربع طول هيطلع بالزبط. كتله الجسم، شوف كتله جسمك كام في الميه، هيطلع لو اكتر من 32 في امريكا بيعملوا العمليه بالظبط. احنا بقى في مصر بنشتغل لسه 35 ابتديت تشتكي من السمنه اعمل عمليه، ما لهاش حل. وهو ما فيش حاجه تانية، هي منظمه الصحه العالميه اللي قالت كده. مال براكتس بقى ان احنا نقعد نعمل على اوزان كبيره، نقعد نعمل معاه يعني اديله وزن 180 كيلو ولا 200 كيلو، تعمل له تغذيه علاجيه. مين اللي عنده خلينا نتكلم احنا كمجتمع مصري، يعني مين اللي عنده دلوقتي اللكشر اوف تايم والقدره على استيعاب التغذيه العلاجيه في اوزان ضخمه لمسافه كبيره؟ انزل 5 كيلو هتلاقيك طلعهم 10 كيلو تاني. ما فيش لايف ستايل. لا هو في اهم من اللايف ستايل كمان، في الليبتين، هو في اساسا عدم القدره على الانسولين ريزيستنس. طبعا هو هايبر انسولينيك ستيت، ده حاجه علميه. يعني الوزن الزياده قوي 160 170 كيلو، تعال نعمل ريجيم ليهم، تمام، اللي هيحصل ايه؟ هيخس 5 6 10 كيلو، بس هو عنده حاجه هرمونات في جسمه مخلياه باستمرار عايز ياكل. وده الجزء الهرموني برضو بتاع العمليه، يعني الجزء الهرموني للعمليات هي ليست انقاص وزن. واحد يقول لي انا ما باكلش اصلا، يعني في بعض الناس هي بتعتمد على انقاص الوزن بطرق تقليل الاكل، زياده الشبع، تقليل الجوع، والانتي انسولين هرمونز بتقل جدا. يعني الجزء المستبعد من المعده سواء في تحويل المسار او المستأصل من المعده في حاله عمل تكميم المعده هو جزء هرموني بحت. الانتي انسولين هرمونز كلها بتقل مع الجريلين، وبيتم تنشيط برضه في الناس اللي هي مرضى السكر، هرمون الجي ال بي 1 بينشط بصوره صحيه سليمه، بيساعد الناس برضه على انقاص السكر وعلاج السكر بصوره جذريه في الناس المصابه للسكر. الفيديو ده حلو قوي، شايف الفيديو ده جميل قوي، ده الليبتين اتبيوس تش، شوف طالع مطلع الليبتين عامل ازاي، مخلي الواحد ايه يعني شراهه عاليه جدا، شراهه بتزق في عربيه في مطلع زي ما بيقولوا. هو اول ما يخس عنده مناعه بتلاقي الجسم زي العربيه اللي زقيتها بتنزل تاني بسرعه. ما هو هرمونيا الجسم غير مستعد لانقاص الوزن، وهيمنعك من انقاص الوزن بسرعه كبيره جدا. وزائد انه كمان اللي هي الناس اللي هم عندهم مناعه انسولين، الدهون لما بتقل خلاص، يعني هو الانسولين الطبيعي بيشتغل طبيعي جدا، السكر بيدخل خلايا بصوره مظبوطه، بتلاقي الوضع الاتزان الهرموني للجسم بيعاد مره اخرى بعد انقاص الوزن، سواء بعد عمليه تكميم المعده او تحويل مسار المعده بانواعها المختلفه. هبدا بتحويل المسار، ثلاث اسئله دايما بيحيطوا بتحويل المسار، مثلث. اولا ما هي العمليه؟ برنسبل بتاعتها. ثانيا من المناسب ليها؟ ثالثا من الذي لا يصلح له تحويل المسار؟ عمليه تحويل المسار هي الارقى على الاطلاق في انقاص الوزن، عمليه يعني قويه جدا في انقاص الوزن، قويه جدا في علاج المصاحبه للسمنه المفرطه، عمليه قويه في علاج السكر لدرجه يعني لا تتخيلها، يعني او اي حد يتوقع قد ايه هي بتعالج السكر بصوره فعاله.
سكر النوع الثاني لو في زيادة وزن. بالظبط. والله شفت أطفال وزنهم يعني كسر 120-130 كيلو. طبعا. وأطفال عندهم مصابين سكر. أنا طبعا لسه بنبحث بتعمل أنتيجات بقى وتعمل الحاجات اللي هي بتقيس كفاءة البنكرياسي بتايد الفاستنج انسولين ليفل وتقيمه مظبوط. والحقيقة أتمنى يعني أتمنى إن الطفل حتى من النوع الأول يكون سمين. والله أتمنى ده. هيستفيد جدا. هينزل وزنه، مناعة الأنسولين هتقل، حتى لو هو البنكرياس بتاعه منهي هياخد جرعات قليلة من الأنسولين. أتمنى ده، لكن إحنا الحقيقة ما بنلاقيش عدد كبير مصاب بالسكر من النوع الأول في الأطفال لأنه هو دايما نحيف. فيبقى سعيد الحظ الطفل اللي هو سكره نوع أول ومصاب بالسكر. يعني بقى كويس جدا. مصاب بالسمنة. الناس اللي عندهم بقى سمنة مفرطة وعندهم سكر من النوع الثاني، أنت بقى أسعد الناس. كويس. يعني هتستفيد من العملية. هتستفيد جدا. ده أنت هتستفيد إنقاص وزن، هتستفيد من ناحية السكر. كل هتوقف مضاعفات السكر تماما، فأنت إنسان فعلا مستفيد جدا جدا جدا. الناس برضو اللي عندهم ارتجاع شديد في المريء وحموضة زايدة وعنده سمنة مفرطة، اعمل بقى تحويل مسار. استفيد بقى من العملية، نزل وزنك مظبوط وعالج الارتجاع بصورة فعالة جدا. انت يعني انسان برضو من الناس اللي انا يعني انا طبعا انت انسان من الناس اللي هتستفيد جدا جدا من العملية. الناس اللي عملت عمليات سابقة زي العملية بتاعت تلبيس المعدة محتاج تحويل مسار، ما بنعرفش نعمل فيها تكميم معدة. واحد دبس معدته بالفتح الجراحي، ملايين الناس دبس معدتها، هي كانت قيرة طالعة كده، هي تلبيس معدة في بعد سنة 2000 كانت ملايين الناس عملت تلبيس معدة. دلوقتي احنا في الفترة دي بنصلح تلبيس المعدة، بنعمل لهم تحويل مسار او بنلغيها خالص. فانت لو هتعمل عملية بعد التلبيس اعمل بقى تحويل مسار. عملت عملية تكميم معدة وفشلت او معمولة مش مظبوط او عندك فيها مشاكل بعد العملية، فيها ضيق فيها التواء، ممكن هتعمل بقى تحويل مسار. ما مش هنعيد بقى تكميم المعدة بعد ما يكون فيها ضيق او التواء او يعني فيها مشكله، انت تعمل تحويل مسار مش هتعيد تكميم المعده. عمليه تحويل مسار دايما بنحبها برضو في الناس اللي مركبين حزام معده، اللاب باند بتاع زمان اللي كان بيحزم المعده اللي طالع بدرام كده تحت الجلد اللي كان بتحقن تقفل كان المعده في وقت من الاوقات. طبعا طلع. وبعدين انت دلوقتي لو عايز تحوله انا بنصح ان احنا نعمل تحويل مسار. ممكن يعمل تكميم في بعض الحالات لو يعني الدنيا ما فيهاش تليف جامد او المنطقه اللي هي تحت الحزام، لان دي بتبقى قريبه من المريء فبالتالي بيبقى فيها شويه خطوره ان انت تعمل تكميم معده. فالاولى ان انت تبعد عن المنطقه دي خالص وتشيل الحزام وتعمل تحويل مسار. يعني دي من العمليات برضو المفيده فيها تحويل مسار. طبعا احنا الناس المصابه بالسكر ما تفكرش لازم تعمل تحويل مسار، ما تعملش تكميم معده الا في السكر الخفيف، سكر قليل على اورال او انسولين قليل بقاله 5 سنين اعمل تكميم كويس. لكن تحويل المسار هي الاولى في الناس المصابه بالسكر. كان عندي النهارده من ضمن المرضى هو شكوته الوحيده دكتور القلب مش عنده الكوليسترول ارقام فوق الالاف، يعني 1000 كده وانت طالع، انا مش فاكر الرقم، لكن حاجه هو بعته بس عشان الكوليسترول العالي بصوره مرضيه شديده. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه، نورتنا. شكرا. وشرفتنا. خليكم دايما معك الدكتور. من 3 سنين عملت عند دكتور كريم صبري عمليه تحويل مسار والحمد لله رب العالمين بصحه جيده. وبعد كده عملتها للمدام عندي لما لقوا صحتي كويسه، بعد كده عملتها لاختي، بعد كده اخويا عملها، بعد كده عملتها لبنتي تكميم معده، والحمد لله رب العالمين كلنا بصحه جيده و100 100 الحمد لله. واخر عمليه عملتها لبنتي وهي موجودة معاكو تحكي التجربة بتاعت العملية بتاعتها. أنا دينا، زي ما بابا لسه قال دلوقتي أنا عملت العملية، لكن اللي شجعني إن أنا أعملها كان بابايا، إن حسيت بفرق كبير جدا في صحته وفي شكله وفي أسلوب حياته من بعد العملية. ما حسيتش إن هو تأثر بأي حاجة سلبية، بالعكس بقى أحسن. وده أكبر دليل إن أمي كمان بعدها عملت العملية برضو نفس الفرق، حسيت إن هي نفسيتها بقت أحسن، صحتها أحسن، شكلها أحسن، حياتها أحسن، حتى هدوءها بقى أكتر. فكل دي حاجات خلتني تشجعني إن أنا أعمل العملية. وبعدها برضو كذا حد من قرايبي عمل العملية، فأنا دلوقتي خدت القرار وعملت العملية من سنة، ووصلت إن أنا خسيت 37 كيلو في سنة، ودي حاجة
ريحتني نفسيا وما كانش في اي قلق، واهلي كانوا بيشجعوني ان لو كان في اي ضرر ما كانش حد فيهم يفكر اني انا ادخل اوضه عمليات. لكن انا دلوقتي احسن ونفسيتي احسن وحياتي بقت احسن.